اهلا مرحبا. اكيد شوف، اكيد الخاتم ما هو مهم لا ماديا ولا معنويا. يا قير، فعلا احنا ذاك الخاتم اللي قد فعلا ينباع في السوق، سوق الذهب، احنا قد يقودنا الرأس خيط مهم، لان هذا الشباب المواصفات اللي نعطات عنهم، اللي اعطات الطفل اللي تعرضت لعملية النشل واعطاو الناس اللي كانوا شهود عيان، المواصفات اللي اعطاو فعلا تنطبق على عدد من الشباب موجود في نفس المنطقة، واغلبهم يقرأ في الثانوية وفي الاعدادية الموجودة في المنطقة. وفعلا للأسف واحدين منهم تم تجنيدهم من طرف عصابات المخدرات. مرحبا. بس ما شاء الله. مرحبا تفضل. خاتمات زوينين، سي تري جولي. والله الدور واحد. والله ندور وحده للمدام، جو في لو فير اون سيربريز. ايوا زين صاك، خلاص راك غنجيو الخواتم زينين. ابو والله حنشوف لك واحد. مولي زين. سي جولي. شوف لك الخاتم. واو سا سي بيان، سي جولي سا. الله. اي زوين، ستريبل. اي رقم كم؟ راك رقم 7. 7. والله. مالوريزمون مدام يعدل 8. 8. عندك 8؟ 8 خالك والله. غنجيب لك 8. جيب لي. ما في مشكلة. سي تري جولي، سي بون، سي بون. اوه. Ça c'est très joli. Ah, il est OK. numéro 8. OK. OK, c'est bon. Allah, dis le bon. OK, c'est bon. C'est très bon. مهم ندور نمشي لك الى رقمك. ايوا زين والله. ايوا. ياك خاتم مال ما جبرت معلومات ولا؟ لا لا واش ما عرفنا جبرنا الاخبار. وصيت مولي جيران الباجي كامل لحدا هذا جبر انا اخبار وانا في برطانج. مهم طرح بالي. فوق جي تروف دو نوفيل ان شاء الله ما في مشكل. لا لا كويس هسه بعد هي الشغله. ما عندي لين حد ربي كريم. هلا بعد جبرتي شغله تجبري شغله اخرى. هاي تيتو الو. يا ولدي مرحبا، ياك لاباس، ياك الخير، يا ملحفتك.
جايتك مرحبا، تقدر نشريها لك حتى صلي نشريها لك، مالي ما نشريها لك، ما مالي شي، مالي نعمز الطالعة ناس عندهم ياسر مشاقل نعمز الطالعة لا منوزل شوي وش ما سنتي شحال عبد الرحيم ياكري بس علي ودورنك بعضلك دور معاهم من حيال قلت عنك الوقت ان شاء الله واللي شبارت الفاض طلنا بابا من الكبار طلنا بابا من الكبار ما نفلي الدوري قاع شي ما نبغى تصوري شاقر ندور على لك انت شي ايوا لا تخم بك يا بنتي دور تشيك على زين حالك ايوا ايوا زين زين ايوا دور نعطيها له ان شاء الله ايوا اقبل حبة من ذو الحبات شربهم على الأقل حد ما يجبر جويهات يجبر حبة من حب الرقاد سينو دور يضطرتك راسك يا صاحبي ايوا مالو اوكي شربت انت عندك سيجاره مالو لها انت كنت تدور شباب وعانا مول ندورش لا بتيت كيتي افيك تو ندور تجيب لنا هو صوني من التليفون تي فا نو دوني بار عربي انا عارف شو لا بديت كيدي على طول تها مقطوع حبيبي جيبي الفرطه ما جايت الكل خويا داسم كان لازم ياسر هاوش يا عمي يا عمي هاي اللي نرجع اسمع سكر شفت انا تفرجت كل معامله ما عندي فيها علاقه وغير تقولوا انا ماني فاهمك انا عارف واش مكتوب لا ما نعرف واش ضمن مسكين يا ترى مين ما سمع قيم نعم قول تاني قطعين انت مالك؟ ما شاء الله ما ماليش الحمد لله مالك بتموكا كيف تشي كل الخير لا خير تبارك الله ما شاء الله لا اختي عندي شنو نبغى نقول لك ولا نبغى نقول لك
انا اللي اختك اللي مورك عندك كامل تقوليها لي. انا اختي لي هنا لين وفهم العمل معاكم. انا لك شنو معنى؟ انا ما نقدر نصيب عنك ولاني اللي يخليك قاعد تمشي. يا اختي الله بتريك ما كان معاهم وصلين اللي قالوا شغله ما ناخذ قاع من الطريق فهمت؟ وقال يعني لي ارجع للدار وعلي انه شغله مو قابله قلت له بدي نمشي. صح والله ما نبغيك تمشي على النفر انا ماني قابلت. ما نبغي انا قاعد نمشي عنكم توم بيدي بعض مره متحدر ني جيتكم ودي في دارك ما عاد درتيني عاملة عندك في الدارهم ولا حسستيني بيها عدلتي دار ونبقي نعدل فيها نعدلوا فيها لغير الظروف عيال تفرض علي الرجال شي ما يبغي وانا بعد ريعتي تبقيني وتبقي خلاقي الا خليني نعدل دروايا انا ما نقدر نقولك عنهم ممكن عندي يا غير لابد لي منها عندي ليلة واسي الوقت بعد اللي جيتي وانا اللي أبلك وانا كامل اللي ما عدلت لك ما عدلتيها راسك تستاهلي اكثر والله ما نبغاك تمشي. الاخبار انا بعد تلقى لك ما جبت عني شيء اخبار ما فيش بطلك عنهم اخبار فهمت تقال با وصيت ناس كامل اللي حدايا والباجي كامل نعرف حسيت عن حد كامل انه حصل على ذاك الخاتم يعدل الكونتاكت سمعت ان شاء الله اي واحد ان شاء الله حسيت لك بيه والله شفت لك رجاش حسيت لي تلفل لك شغل مهم ها وقف في مرسى كامل والله صحاباتك كاملين فيه واحد واحد والله وانت قبيل انت تجبروا حد يجيك ما في مشكله انا اي وقت جاني ان شاء الله طلعني فلوق لعجلة والله ان شاء الله حضرات اوكي والله حضرات ما عندك مشكله اوكي ان شاء الله كامل ست بقله ست بقله انه فوق صح سينو دور يطردك راسك يا صاحبي شريف نهاره الثالث داخل التحقيقات ما بي يعطي عنهم أي معلومة بالتالي هذه العملية تشير إلى ذو الشباب فعلا دائما تطرح مواصفات من اللي مارسوا النشل ومارسوا السرقة وحتى أحيانا الاعتداء على البيوت ويعودوا متأثرين أثناء السرقة بحبوب هلوسة وبمواد مخدرة شاربينه بالتالي يعودوا ما هم متحكمين حتى في اللي يعدي وأحيانا يعتدوا على الوجيه بدون سبب لأنهم ما هم بوعيهم الكامل بالتالي ذا الخاتم فعلا نحن يقودنا رأس الخيط بالتالي هو مهم هو ومعلومات أخرى بتعود تنميتها والسعي وراء توضيحها مهم جدا في طار العمل اللي قايمين به. سينو دور يطردك راسك يا صاحبي. عبد الرحيم